إذا سافرت إلى أحد البلاد المسلمة لغرض معلوم من دراسة وغيرها، فعندما أسكن في أي مكان تأتيني المرأة تعرض نفسها علي وتتعرى أمامي وتفتنني، وذلك لأنها تعلم أن هذه الدولة لا تقيم الحدود، فما هو موقفي وهل علي إثم؟ عليك أن تحذر، عليك أن تدفعها وتنكر عليها وتحاربها في ذلك وتغلق الباب دونها، عليك أن تتقي الله جل وعلا، هذا ابتلاء وامتحان، عليك أن تتقي الله وأن تتكلم عليها وأن تخبرها أن هذا لا يجوز وأني مسلم لا يحل لي هذا الأمر، أنت محرم في شريعة الله، فتحارب ذلك وتخرجها من المحل وتغلق الباب دونها أو تخرج عنها بالكلية وتبتعد. ثم هذه من فوائد السفر الى الخارج، هذه من فوائد نعوذ بالله، يجب الحذر من السفر الخارج ولا يجوز الابتعاد الخارج، لانه شر عظيم في الدين والاخلاق جميعا، يجب على المؤمن ان يحذر السفر الخارج ولو للتعلم، يتعلم في بلاده ويكفي. النبي عليه الصلاه والسلام يقول انا بريء من كل سوق بين المشركين، ففيها الخطر العظيم نسال الله العافيه.